ايه العوائد والمزايا اللي بتحققها مصر من استضافة المنتدى ده يا دكتور جمال؟ هناك كثير من العوائد، لان زي ما طرحت لك المؤتمر التملي بيختار نوعيه من الدول، وهذا هذه النوعيه من الدول تمثل لها ثقل، يا اما ثقل في منطقه حيويه او ثقل في التاثير على انتاجيه الغاز والنفط، ولها تاثير ايضا في عمليات التصنيع للمراحل المتقدمه من مراحل النفط والغاز الطبيعي. دولة مصر لديها بنية تحتية زي ما طرحت لك، لديها خطوط أرضية تصل إلى معظم الكتلة للشرق الأوسطي كله، وتشمل أيضا كل من الأردن وسوريا ولبنان، وأيضا هناك ربط مع دولة إسرائيل، هناك خط الآن يتم إنشاؤه مع دولة قبرص، وهناك تطلع مستقبلي لربط قبرص باليونان ومنها إلى أوروبا. بلاد دولة مصر أيضا معامل تكرير قوية تصل إلى 9 معامل تكرير، لدينا أيضا مصانع بتروكيماويات تصل إلى 11 مجمع بتروكيماويات، لدينا مصانع أسمدة لأكثر من 21 مصنع، لدينا أيضا مصنعين للإسالة للغاز المسال وصناعة الغاز المسال، ولدينا شبكة تصل إلى أكثر من 32 ألف كيلو داخل محافظات مصر الـ28. كل هذا جعل لمصر لها آلية البنية التحتية القوية، وبالتالي ذات جاذبية وذات أيضا منطوق مقبول لدى الشركات العالمية. أيضا هناك مناطق مفتوحة للاستثمار في منطقة البحر المتوسط، وهناك أيضا مناطق تم طرحها للمنصات العالمية في منطقة البحر الأحمر. كل هذا أعطى زخم لدى الدولة المصرية، لأنها نقطة جاذبية لهذه الشركات العالمية ومطلب من هذه الشركات العالمية إلى الدخول لدى مصر. الآن أكثر من 26 شركة أجنبية، وحجم استثمارات يصل إلى أكثر من 5.6 مليار دولار سنويا، وبالتالي هذا رقم كبير بالإضافة إلى حجم هذا الاستثمار والأريحية لدى الشركات العالمية.